السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي أهلا وسهلا بكم. النهاردة بإذن الله هناخد ليسون 2 و 3 من يونت 1 واللي بيتكلموا عن estimating sum and difference of fractions. طبعا هيكون فيهم بعض الاستراتيجيز زي البنش مارك والاريا موديل تمام؟ كل ده بإذن الله هنوضحه في الحلقة. أهم حاجة تركزوا معايا في حلقة النهاردة ويلا نبدأ الدرس. اول حاجه هنبدا بيها النهارده هي يوزنج بنش مارك فراكشن تو استيميت سم اند ديفرنس اوف بس قبل ما نبدا هنفتكر بسرعه الفراكشن او الجزئيه اللي خدناها في الحصه اللي فاتت الحصه اللي فاتت كنا اتكلمنا عن الفراكشن ازاي بنقراه ازاي بنكتبه بقرا الفراكشن ازاي الفراكشن بيتكون عندي من 3 بارتس الجزء الاولاني اللي هو النمبر اللي فوق زي مثلا الاكزامبل ده النمبر اللي فوق اسمه نومريتور طب النومريتور ده عباره عن ايه عباره عن لو شكل بيبقى الشادد بارت هي النمبر اللي بكتب فوق لو اجزاء بيبقى الايه الاجزاء الموجوده الاجزاء الموجوده طيب اللي تحت اسمه إيه؟ اسمه دينومينيتور وبيبقى عبارة عن إيه؟ عن التوتال بارتس، يعني الأجزاء كلها، لما أجي أقرأ الفراكشن، بقرأ اللي فوق الأول وبعد كده اللي تحت، طب اللي فوق بقرأه إزاي؟ بقرأه زي ما هو، يعني لو 1 بقول 1، لو 2 بقول 2، 5 بقول 5، وهكذا، طيب اللي تحت بقرأه إزاي؟ بزود له تي إتش إس في النطق، يعني لو 5 five بقول 5س. 6 بول 6 وهكذا طبعا اكسبت ال 2 وال 3 في الدينومينيتور برضو ال 2 في الدينومينيتور بتتنطق هاف وال 3 تتنطق ثيرد تمام طبعا ال 4 تتنطق بالطريقتين يا اما اقولها فورس باضافه تي اتش اس يا اما ايه كوارتر طيب دي كده يعني ريفيجن سريع على الدرس اللي فات نبدا بقى الدرس النهارده البنش مارك كنا درسناها في الفيرست تيرم كانت بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن 3 بارتس او ثلاث اجزاء. ايه هم الثلاث اجزاء دول؟ ان النمبر اللي عندي يا اما هيبقى زيرو يا اما هيبقى هاف يا اما هيبقى 1. 1 يعني رقم كامل او شكل كامل. يعني لما نيجي مثلا في الشكل اللي قدامنا ده. الشكل ده قريب من ايه؟ يعني ايه يا مستر؟ يعني الاجزاء اللي عندي هنا دي تمام دول كام جزء 7 والتوتال كله مفروض كام ايه 8 7 من 8 فهل ال7 من 8 ده قريب انه يبقى شكل كامل يعني الشكل كله موجود ولا قريب من الهاف ولا قريب من الزيرو طبعا قريب من الشكل الكامل مش كده زي بالظبط ممكن نيجي نقول مثلا إيه؟, إيه؟, ايه انت عندك طبق إيه طبق مثلا قدامك فيه اكل فيه رز مثلا وخدت معلقه واحده منها. هل الطبق كده بان انه نقص منه حاجه كتيره ولا بان كانه عادي؟ طبعا بان كانه ايه؟ بان كانه عادي. تمام؟ ففي الحاله دي بنقول ايه؟ انه 1 يعني شكل كامل. يبقى ال 7 8 دي close to 1 باكج. تمام؟ قريب من ايه؟ ال 1. طيب بعد كده نيجي على الشكل اللي في النص. 5 9. ال 5 9 هنا ناقص كام واحده عشان يبقى كامل ايه ال5 عشان تبقى 9 نسالها 4 فكده ناقص كتير فمش هتنفع تبقى 1 طيب امال هتنفع تبقى ايه واعرفها ازاي اقول لك اول حاجه هتجيب النص نص ال9 ايه 4 اند هاف صح ال5 قريبه من 4 اند ايه اند هاف يبقى كده ال5 9 كلوز تو ايه تو هاف تمام طيب نيجي على الشكل الاولاني الشكل الاولاني المفروض هما 6 بارتس انا عندي منهم 1 بارت ال1 ده قريب من الهاف لا بعيد عن الهاف لان الهاف هاف 6 3 نص 6 3 فهو كده بعيد عن ايه بعيد عن الهاف وطالما بعيد عن الهاف يبقى كلوز تو ايه كلوز تو زيرو تمام يبقى احنا دلوقتي قلنا عندنا 3 اجزاء او 3 ايه يعني هنقول مثلا 3 استيميشن ماشي؟ او ثلاث طرق، الطريقه الاولى ان يكون close to zero، الثانيه close to half، الثالثه close to one. close to zero يعني قريب من الزيرو، وهي ال1 فعلا قريبه من الزيرو. close to half يعني قريب من نص الحاجه. نص النمبر اللي قدامي، بجيب نص النمبر واشوف النمبر اللي في النومريتور قريب من النص ده ولا لا؟ تمام؟ وبعد كده close to 1 يعني الفرق بين النومريتور والدنومريتور بسيط جدا. تمام؟ طبعا ده الشرح بتاع الكلام اللي انا ايه؟ اللي انا أطلع. نيجي هنا بقى عايزين نعمل لهم سم و different. تعالوا نشوف هيتعمل ازاي. اول حاجه هنبدا بالاولاني، طبعا هو عايز نعملهم بطريقه برضو الايه؟ بطريقه البنش مارك. 1 هل ال 1 6 دي هتبقى ايه؟ هتبقى زيرو ولا هاف ولا 1 وليه؟ هنا كتب لي انها زيرو ليه؟ لان ال 1 smaller than and far away from half اصغر من النص وبعيد عنها كمان تمام؟ وفي نفس الوقت ال 1 قريبه من الزيرو يبقى عندنا حالتين ال 1 قريبه من الزيرو وفي نفس الوقت بعيدة عن الايه؟ عن الهاف. طب ال 5 9 ايه؟ لسه قايل لنا في الاكزامبل ال 5 قريبه من الهاف بتاعت ال 9 يبقى كده ال 1 6 بقت 0 وال 5 9 بقت هاف وبعد كده نعمل لهم بلس 0 بلس هاف بكام؟ بهاف. نيجي بقى على الاكزامبل اللي بعد كده 7 8 5 9 طيب ال 7 8 بلس 2 ايه؟ 0 ولا هاف ولا 1؟ شطار close to 1 طب ال 5 9 ايه؟ close to half مش كده؟ يبقى 1 ماينس half إيه بقى طبعا اتبقى طبعا ايه؟ half مش كده؟ 1 شلت النص بتاعها بقى نص نيجي على الاكزامبل اللي بعده 7 8 بلس 5 9 هي هي اللي قبلها بس هنا بلس وهنا ماينس طب ما ال 7 8 كانت ب 1 مش كده؟ وال5 بـ half يبقى 1 بلس هاف ب1 اند ايه؟ اند هاف. نيجي على الاكزامبل اللي بعده هنا برضو عايز برضو البنش مارك 4 فيفس بلس 4 سيفنس هنبدا بال4 فيفس يلا كلوز تو ايه يا اولاد؟ شطار كلوز تو 1 ماشي ليه؟ الفرق ما بين ال4 وال5 قليل جدا. وفي نفس الوقت بعيدة عن الايه؟ عن الهاف. لان هاف ال5 تو اند هاف وال4 طبعا بعيد عن الايه تو اند هاف 4 7 اه ال4 بعيد عن ال7 فابدا ابص بقى هي قريبه من الزيرو ولا قريبه من الهاف لا قريبه من الهاف half. لان هاف ال7 3 اند هاف وال4 قريبه من 3 اند هاف يبقى كده 4 7 دي بهاف ودي ب1 يبقى 1 بلس هاف برده ب1 اند ايه 1 اند هاف 10 over 12 plus 14 over 15 هي. 10 over 12 قريبة من ال 1 مش كده؟ و 14 over 15 برضو قريبة من ال 1 يبقى دي 1 ودي ايه؟ ودي 1 يبقى 1 plus 1 بكام؟ ب 2 نيجي على الاكزامبل اللي بعده 7 8 minus 4 9 7 8 1 خلاص حفظناها و 4 9 برضو حفظناها بهاض يبقى 1 ماينس هاف بكام؟ بهاف. 5 6 ماينس كوارتر. 5 6 ماينس كوارتر. 5 6 ب 1. طب وكوارتر؟ شطار ب 0. يبقى هنا 1 ماينس ايه؟ ماينس 0 بكام؟ بـ 1 اللي هي اخر ايه؟ اخر واحدة. نيجي بقى على الموديل. الموديل هنا في نقطة لازم ناخد بالنا منها. ان الموديل هنا انت مش مطالب بيه في الامتحان لانه مش هيجي يقول لك ارسم لي بقى موديل وابدا قسمه وكونه زي ما هو ايه؟ في الشكل الاردني. الموديل ده زي الاستراتيجيز كده حاجه ايه؟ للاطلاع فقط. طيب، الوقت هنا عايز منك تعمل بلس لدول او ماينس. هعملها ازاي؟ الطريقه الاولى زي ما قلنا الموديل. بس الموديل دي لازم تبقى ده ايه؟ ايه؟ تقسم لي اشكال كده عشان تجيبها طبعا دي هتبقى صعبه ماشي طيب الطريقه الثانيه يا مستر اللي هحل بيها ايه لان يعني دي عمر ما هقدر احل بيها ماشي لان عشان تقسم لي مثلا حفظ او سكسز مش هتقدر تجيبهم بالظبط لازم تقسم بقى بالرولر ودي 1 سم ودي 2 سم وكده طب نحلها ازاي يا مستر نحلها بطريقه بسيطه خالص انا بقول لك هاف بلس 2 ثيرد عندي طريقتين الطريقه الاولى ان اخلي denominator ده ايكوال الدينوميتور ده ودي بالنسبه لي صعبه او مش صعبه مش موجوده في كل الاكزامبلز مش هقدر اجيبها في كل الايه في كل الاسئله لان التو ما تنفعش تبقى 3 ولا ال 3 تنفع تبقى 2 طب امال في الحاله دي اعمل ايه الحاله دي بقى هقول لك كيس عامه او رول عامه استخدمها في اي اكزامبل بلس او ماينس هنعمل ثلاث خطوات الاولى هنعمل للدينومينيتورز تايم 2 تايم 3 جميل بكام ب 6 جاي ك جايب فراكشن واكتب تحت 6 اهو وبعد كده نعمل سيزرز نعمل 3 تايم 1 و 2 تايم 2 3 تايم 1 ب 3 يبقى اجي مكان ال 1 دي واكتب 3 اجي مكان ال 1 واكتب 3 و 2 تايم 2 4 يبقى اكتب هنا 4 يبقى دلوقتي هكتب هنا 3 وهنا ايه 4 وتحت قلنا كام 6 3 4 ب 7 يبقى 7 اوفر ايه اوفر 6 ولولا بس ان هنا البي دي اف دوت ما بيعملش فراكشن كان انا عملتها تمام احنا قلنا الدينومينيتور هنعمل 2 تايم 3 ب 6 خلاص الدينومينيتور 6 طب النومريتور عامله ازاي هعمل 3 تايم 1 بكام ب 3 ادي 3 ايه. اهي وفي النص في بلس ادي بلس وبعد كده 2 تايم 2 2 تايم 2 بكام ب 4 3 بلس 4 7 يبقى كاتب 7 وتحت بكام وتحت ال 6 طب نيجي على اللي بعدها 3 4 3 6 احلها ازاي اول حاجه نعمل الدينومينيتورز طيب. تايم تمام يبقى اهي 4 تايم 6 ب 24 يبقى عندي الدينومينيتور 24 ده طبعا الطريقه الاسهل في طرق كتيره انا بقول لك الطريقه الاسهل والاسرع كده الدينومينيتور 24 اعمل لي بقى النومريتور اللي اعمل لي السيزرز 3 تايم 6 ب 18 ادي 18 تمام وبعد كده ها ماينس ادي ماينس وبعد كده 4 تايم 3 ب 12 18 إيه ماينس 12 6 يبقى الاجابه 6 اوفر كام؟ ها اوفر 24 طبعا 6 اوفر 24 نقدر نعملها سمبليفاي تبقى 1 اوفر ايه؟ 1 اوفر 4 سمبليفاي يعني ايه يا مستر؟ سمبليفاي يعني اشوف النمبر اللي ينفع يتعمل ديفايدد للنومريتور وللدينومينيتور تمام؟ نيجي على الاكزامبل اللي بعده هي. عندنا هنا 1 3 بلس 5 6 يلا قولوا لي نعملها ازاي اول حاجه شطار هنعمل للدينومينيتورز تايم يبقى 3 تايم 6 ب 18 يبقى الدينومينيتور عندي 18 خلاص خلصنا منها 18 اكتبها في جنبها تمام اعمل لي بقى السيزرز 6 تايم 1 و 3 تايم 5 6 تايم 1 ب 6 ادي 6 وفي بلس في النص اهي وبعد كده 3 تايم 5 ب 15 ادي 15 6 و 15 21 يبقى الاجابه 21 اوفر تمام اوفر كام قلنا 3 تايم 6 ب 18 يبقى الاجابه 21 اوفر اي اوفر 18 طبعا نقدر نحولها من صوره لصوره شغل كتير طبعا بس ده مش وقته احنا بناخد الاساسيات اهي تمام نيجي على الاكزامبل اللي بعده هاف ماينس 6 اعملها ازاي هاف ماينس 6 ايه يلا عايزكم تحلوا معايا شطار اول حاجه نعمل الدينوميتورز تايم 2 تايم 6 ب 12 كده الدينوميتور عندي 12 اهي سبتها في جنب طبعا انت مش هتسيبها في جنب انت بتعملها في الفراكشن تمام بس انا عشان ايه ما بعرفش اعمل الفراكشن هنا بالبي دي اف فبعملها لكم في جنب كده بعد كده نعمل سيزرز 6 تايم 1 و 2 تايم 1 6 تايم 1 ب 6 ماينس ماينس 2 تايم 1 ب 2 ب 2 6 ماينس 2 4 يبقى الإجابة هنا 4 over 12 طبعا زي ما قلت لكم ممكن نعمل لها إيه؟ Simplify هتطلع إيه؟ هتطلع ثابت دي بعض ايه الأسئلة هبقى أسيبكم أنتوا تحلوها دي بقى اسئله احنا هن ايه هنحلها على السريع كده اول حاجه واللي بوت ترو فور ذا سوتابل بنش مارك الفور ناينز تنفع مع زيرو ولا هاف ولا وان شطار هاف حط هنا اي علامه اقول لكم مثلا اي علامه اهو كده مثلا تمام طيب 1 اوفر 12 تنفع ايه جميل تنفع بالزيرو 11 over 13 شطار ال1 9 over 20 هي. باينه خالص قريبه من الايه؟ قريبه من الهاف يبقى هنا هاف واخر واحده 2 over 15 طبعا قريبه من ايه؟ قريبه من الزيرو ده كده كان درس النهارده لو في اي حاجه وقفت عليكم ياريت تكتبولي في الكومنتات او تدخلوا على طول على اللينكات بتاعه جروب الواتساب والفيسبوك والتليجرام هتلاقوا طبعا الروابط تحت الفيديو ادخل على اي جروب منهم واكتب لي السؤال اللي انت مش عارفه انا ان شاء الله هساعدكم فيه وطبعا ما تنسوش تتابعونا على انستجرام وتويتر ولو الحلة الحلقه ما تعمل لايك وسبسكرايب وشير عشان اكتر عدد من الناس تستفيد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته